الوليد الوليد شفت بابا يا خاين يشربها اصلا نقص كمشي يجيب باي ويبدا يمص فيه اللي انت تسلعه في الطفله. خبز القط ونجيبوها من الصباح ونحطها في الفريجيدير يجيو اكل صغار. قول متوحش شكل الفريجيدير معناها يحل يا الحس. قول اطور تونس. الفرق بين البنات والولاد في البزنس، احنا البنات كنا بدنا نمشي يخزر تخزر الطفله صاحبتها تقولها شو محلاك الطفل، تقولها صاحبتها اي محلاه سي بون يتعداو ويمشي على رواحهم. فركنت الولاد الولاد يشوف طفله يا خاين يشربها اصلا نقص كمشي يجيب باي ويبدا يمص فيه اللي انت تسلعه في الطفله. هسه يقعد يوصي الفيه باب 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 ويهز فيها وينفض باب 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 الا يا الطفله يا تطيح يا تتدمغ يا تتكسر. حسيت ما يسيبها الا ما تصير لها حاجه. الام هات في تونس تبدا امي ما تحبش تقول لي بنيتي برمشي لملي الدار. نبدا تحضر لي الفطور مروحه من القرايه تحضر لي الفطور. تقول لي حليلي حليلي نالة بنيتي حليلي 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 نالة بنيتي حليلي. قولها ماش بيك حليلي حليلي نالة بنيتي حليلي ماش بيك. حياة مسكينة بنيتي مروحة من القراية تعبة بنيتي شو نقول لك يا بنيتي شو نقول لك ماش بيك لاباس ماش بيك لاباس بنيتي باش نخرج والدار مسخة وما عنديش حتى وقت باش تنظفها. اي مامي ساش تنظفها ما بعدنا حتى غدوة. الدار ما تبقاش مسخ الغده كي جينا نظيفه على غفله. اي ماما راني تعبه نقرا ما كيفاش معناها. حليلي حليلي على بنيت حليلي بيه ميساش ما تنظفها لك. حسيرو نمشي نظف لها الدار. بنيت حليلي حليلي على بنيت حليلي ماش فيك حليلي على بنيت حليلي ماش فيك دبش مسخ. اي ماش فيش نعمل معناها ما زلت كلمت لك دام راح نلقاها نحب نرتاح. مشيليش بنيتي الله غالب بنيتي نخدم نخدم شو نعمل الله غالب. اي مساج مش نغسل لها باش نقضي لها الدار وهكا نزم نطيب لها العشاء نحضر لها كل شيء تروح من الخدمه كانت تتعشى وترقد. في الاخر يجي خويا يجيب لها كعبه ياغورت دانات بعد تقول ولدي 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 حلينا لي ياسر ولدي تحلي السكر كما جيت سكر كعبه الياغورت نقذتني راه تحلي السكر ما جيني شبيني لا 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 ولدي 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 وحده ولدي وحده ولدي وحده حنين عليا ياسر ولدي حنين عليا ياسر. فرصه مانيش حاضره. عندك شي حاجه على الكورونا؟ على الكورونا ليه ما ليه ما جاتش في بالي ما نعرفش نكتب سكتش على الكورونا. اما عندي سكتش اخرين كيما في الكلاس في الريفيان في تونس ديما خبز القط نجيبوها من الصباح ونحطها في الفريجيدير يجيو اكل صغار. قول متوحش شكل الفريجيدير معناها يحل يا الحس. قول اطور تونس. خلينا نحكيوا على الاماكن السياحيه واحنا توا تحديدا في سوسه. سوسه فقدت بريقها؟ فقدت وما فقدتش بالنسبه فما حوايج معناتها تستحق ما انت باش تخدم على روحها. فما بلايص ما تستحقش فهمت. و لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبه للسياحه ما انت كل مره كيفاش مره طالعه مره هابطه مع فتره الارهاب البريود اللي فاتت وكل مره نسمع حكايه غريبه او مره ساك معناتها مره هذا ساك والكل كاه او مره كل مره معناتها تجينا حاجه فهمت. في البلاد هذه كل مره تجينا حاجه مره كورونا مره انفجار في تونس مرة انفجار في سماه ربي وتيل رياض بالب كل مرة حكاية وربي يسترنا. بالنسبة فقدت المهرجانات في الشهر هذا فقدت النكهة متاع الشط والزينة اللي كانت تتحط خصيصا للسياح. بالطبيعة فقدناها برشا وفقدنا الأكثرية معناتها كلمة متاع العائلة معناتها كي تطلع مع بعضها والصغار والمحواس فهمت. أكثرية لعبات توا خارجة من غير فلوس معناتها الأكثرية خارجة من غير فلوس باش تشم شوية هو متاع الفترة متاع الحجر الصحي فهمت. شنو رأيك أنت الأماكن السياحية في تونس فقدت بريقها؟ بطبيعة فقدت بريقها من اللي
سنة عبارة ما فميش معني لا بيبا وسو فميش مهرجانات، تحس البلاد فارغة، كانت سوسة مليانة بالسياح مليانة بالعبيد، فما حركة فما فلوس الدور، توا العبيد الكل تمشي وتجيب الفارغ. إن شاء الله ربي تستر تونس وكا. سوسة بوجعفر تحديدا بدون سياح بدون أوروبيين وبدون جزائريين، شنو اللي يغير في الوضع؟ والله يغير برشا مواضيع. أول حاجة التونسي ولا ناقم على أخوه، ثاني حاجة الوسخ كثر ولا إله إلا محمد رسول الله، والسياح كي يجوا يحفل الكورنيش مش مستانس هاك، دي تو بوجعفر تهبط البوجعفر راتي برا الدور في قدام باب داركم ما فهمت شيء. أنا يجوا سيرتو الإنجليز غيبات ألمان تزيرية تزيرية قايدو تو لنا مثلا المترو مستيانا ساك على عازلة وطابلة وستية، تحسوا حتى الشعب التونسي ولا كبي، معناها الشعب التونسي ديما فرحان وذامر ويلوج على الضحك وعلى الجو، توا معناها يابا تاني يسرح سويقات ويقول كلمتين طايشين ويروح لداره ميرق، أنا اعتباري دور قدام داره ما فهم حتى موضوع. يظهر لي السياحة الداخلية ما تجي حتى شيء عند الشباب سيرتو قدام السياحة الخارجية. يباز معلم ما تجي حتى شيء، يفرق أنت بستاب تريا هكا ما شاء الله ربي أنعمت فزد فهمتني بنت بلادك بس نهايتها حتى باش تمشي تحكي مع بنت بلادك أبسط موضوع تكون حاط في راسك موضوع في الأحلال تبدا تذهب بيت عندك دار عندك كهرباء عندك مشروع انا بس نخدم 20 عام اخرين 25 عام اخرين ما نجمش نعمل حد شيء تصور انت تتمركي في 35 في النهار يطلعوا زوز يطلعوا مليون و200 مليون و200 ايش نجم تعمل بهم نحي بهم دخانك ماكلتك نحي 15000 انت مصروفك النهار باش تفضل في 500 شنو تنجم تعمل به ما تصيرش حتى باش تعمل سياره شعبيه ما ايش تعمل ما ايش كالعاده معناها فهمت تمشيو الجزائريين والليبه وكذا ما عادش تعمل ما فماش تعمل جم حكايه فارغه فهمت هاك تشوف حتى في الطقس مش هو معناها كانت فما نكهه اخرى كانت فما نكهه باهيه للشباب كي يهبطوا في الليل يدور والا حتى في النهار يعملوا غطسه اي فما برشا حاجات معناها فهمت حتى العباد كانت تخدم وكذا تو ما تشوف ما فما لا خدمه لا فما حتى شيء ما تشوف الطقس ما فما حتى شيء هاد شوف العباد زاد ما فما حتى شيء الوليد الوليد يشوف تبا يا خاين يشربها اصلا نقص كمشي يجيب باي ويبدا يمص فين لين تتسلع في الطفله خبز القط ونجيبوها من الصباح ونحطها في الفريجيدير يجيو اكل صغار قول متوحش شكل فريجيدير معناها يحل يلحس قول اطور تونس